السلام عليكم، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اهلكم اليوم جبنا لكم فيديو جديد وتحدي جديد وتحدي الاكل. ها اليوم عنا هون في عنا تفاح وعنب وحامض والمشتريات. طبعا نحن ما كترنا من هدول الفواكه والهيك لانه في عنا كمان المشتريات كمان. هلا بدنا نربط، مو رح نربط ايدينا، انا حربط ايدين، انا حربط ايدين ورا ظهري، ايدينا ورا ظهرنا، بدنا ناكل بلا ايدين ونشوف مين رح يخلص قبل. طبعا في عنا هدول كلياتهم. فتح دخلتك وتطلع فتح خاطي. اوكي اوكي هلا حطيت العمى. اوه كان ما حيوتعب. البساطة كان نص الصحن صور. طب ليش رأيك ناكل فواكه نرجع ناكل هول؟ ما بعرف. طيب بدنا نعيم مع بنت و هذا شغلة. قلت بس طار اوكي ناكل فواكه؟ ايه بس ما رح ما اربع مشتريات. هاي هو معنا فواكه. اوكي يلا خلينا نبلش. ماشي تروك معي هول. واحد اثنين بس خلص اكل الفواكه برجع. اوكي يلا واحد انت ليه؟ بس لا احطها بالصحن، لا احطها بالصحن وقعت على البنطلون. حطها بالصحن. رح احطها بالصحن يعني هون. شو عبد الله بتبلع بلع؟ عبدالله عم تستخدم ايديك، ممنوع عبدالله، ممنوع تمد تمك على الصحن. لأقول لك مده، يلا انت مجمد شيتاك تستخدم ايديك. يلا يلا واحد اثنين لعدة العشرة، ثلاثة اربعة خمسة ستة اربح سبعة ثمانية تسعة عشرة. ما حدا قال لك تغش، يلا بلش. يعني لما يجوني اهرب بحيث دعمت دي خلاص. قلت لي انا ما تاكل ليمون، احس الليمون بتمي عم باكل وعم بخمع انا. عمر خذ بحس شوي بعدين اوكي يا جماعه، عمر ربح باول جوله. هلا اجي افتح لك يا فطر او كل البطاطا قبل وبعدين بحطوا البقيه. اوكي هذا وصلنا على جولة الشيبس يا جماعه، رح نعمل جولات جولات واخر شيء نعمل جيلو عشان ما يلعب بالصحن جيلو. اوكي هلا جولة الشيبس. يس يا شيسو. واحد اثنين مستعجل. يلا واحد اثنين ثلاثة. يا جماعة مثل الغنم عبد الله سبقني. خلي الناس تشوفكم شلون عم تاكلوا مثل الغنم. انا شايف عبد الله اللي يربح بالاخر، بدها تلحس الصحن.
عبد الله بلش يلحس الصحن. عمر ربح خالص. شو مطلع وزاحل عمر عم بيلمع ولسه هو عم بيلحس صحن عمر صار فاضي. محل هاي بطاطا كلي؟ اي بطاطا يلا هاي بطاطا وهي بطاطا انت خسرت. محل افتح تمك يلا روحوا جيبوا له. انا كبير يا كبير دخيل قلبك انت. هذا مبلش بالحب الفهم فتح لي اياه. تفضل امي تفتيحه يا ترى معروف يلا. لا شيء مش صغير اول شغله حطه صغيره ثاني شغله حيت انا عندي اقتراح ما تاكله بس هذا جولته بتجي كثير قليله والمارشميلو ايه بتاكل مارشميلو او البسكوت ايه دوله لا يعني ايش فورا في هذا رح نفتح مارشميلو والبسكوت كمان يلا يا البسكوت بالنص نشاف ايه هاي ثلاثة العمر والثلاثة بدي احطهم شو بدي فيه يلا حطوا على جنب واحد اثنين كافي يلا خفيف عبدالله عبدالغش ايش عمل؟ عمر ربح مبلا عمر خالص صحنا شو حقه شو حقه عبدالله تبتمك لسه ما خلص وعمر خلص عمر خالص يلا شو حقه شو حقه يا جماعة مشاش بعين الحا ماي ماي صحة صحة طعمت الروعة جربوا المارشميلو مع بس قلت بالشوكولا والحليب مع سميري مع سميري بخي سميري ولا طيب تعبته طيب والله العظيم اه اشلفوا لي كمان ماي انت ما بتستاهل الله ضل الجلوب ايه اه يا جماعة اوكي يا جماعة هلا فتحنا الجلوب ورح نبلش بالجلوب شو ها؟ هيك حكينا عن جد هيك حكيت واحد اثنين ثلاثة ايه خلص خلص صحنون لا طبعا ما لحس الصحن ما هو شغلي خلص عمر 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 لا تندمج انا خلصت يا جماعة حسب النتائج عمر فاز بالفواكه وفاز بالشيبس وفاز باخر ثلاثة وعبد الله هلا لفاز فمين بتعتبروه الربحان يعني؟ طبعا انا هلا عمر الله يا جماعة عمر اللي فاز وهلا رح ناخذ كت ونرجع لكم بعقوبة لعمر ننظف بس هي بنظف ونرجع جماعة هلا رح نعمل عقوبة عقوبة بويا الأحذية حتى نجمع احترامي إذا ما قلت الله فيها مهدوم وكيف ما عمري فيه يطلع عليها بس ما حيطلع عليها يخلص كامل قربي طب أنت بإيد وحدة إيش بدك بهالعقوبة؟ يا ربي أخيرك إنه هو طول طول سعر لا ربي بدك يا معلم دينا عند أبو المكياج يا كتة هلا ما عم تاخذ ما عم تاخذ شو هالله هلا بده يصير وجهه ممسحة علي شعرها خليه شعره انا سمعت انه بتحرق بالك كتير عشان ما بدي ايه عمو هون بيضت لي كثير اوكي عمو هون بيضت لي وجهي كثير بدي تبيض لي كل وجهي مثل نفس الشيء اوكي عجب الموضوع عبد الله حاشته حاشته الله غير قدرة الله ما بتنظف له وجهه انتبه عيوني يو كبس له بالي بعينه خلاص عمار اتخذت الله شو بس حط هاي حط هاي ليش انا بعرف اي شيء مسكروها شرار هاي شرار وقف جاي على الكاميرا لو بتاعت اي قرب على الكاميرا ورجي يطلع مني ومع الكاميرا قبل هاج هبل قدام الكاميرا يلا ارجع عوض
المهم لهم نكون وصلنا لنهاية الفيديو. إذا عجبكم الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس وانتظرونا فيديو جديد. شاركوا الفيديو مع رفقاتكم واتمنى 500 لايك و500 مشترك والسلام عليكم.